متابعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه مسائيه من ارضيه هذا الميدان في هذا المهرجان المميز الكبير هنا، مهرجان سيدي ولي عهد دبي المنطلق هنا على ارضيه هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات الجميله. شوطنا السابع تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق واستمرارية أيضا أمسية هذه الليلة بعد تتويج الفائزين برموز هذه الأمسية في سن اللقاية. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نسير مع القعدان المحليات الأصايل هذه الشعارات الجميلة هنا وانطلاقاتهن المتميزة. نتابع الصدارة، نايف الناصر بن جابر بن علي المري منطلقا على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتينا نايف آخر حمد بن محمد بن فهيد العجم شعار بن بيشان المنطلق ثانيا. ثالث مراكزنا ياتي اليذاب ناصر بن سعيد بن علي المهري، وعلى المركز الرابع ياتي سامي كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، وهنا الطاغي لسيف بن سليم بن دودة العامري. بينما سادس مراكزنا والمنطلق في هذه اللحظات ياتي هنا الحيف لسهيل بن سالم بن سهيل لخيل، ومن الجانب الآخر المنطلق ثمين محمد بن راشد بن حارب السعدي منطلقا بتحديات. ثامن مراكزنا ياتينا معاند عوض بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري منطلقا بهذه الانطلاقة الجميلة. وتاسع مراكزنا مشاكل محمد بن دحبة بن سعيد بن زفنة العفاري، هنا شعار احترام ياتينا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. بينما قادم من الجانب الآخر هناك في هذه اللحظات هنا العراب محمد بن علي بن سعيد الجحافي منطلقا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى هنا منطلقة بهذه التحديات الجميلة وشعارات أيضا خلف المراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى نايف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ناصر بن جابر بن علي المري أحد ضيوفنا الكرام القادمين من المملكة العربية السعودية، كذلك نايف آخر وضيف آخر قادم أيضا حمد بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث المنطلق سامي هنا صاحب الأرضية كاسب بن سالم بكاسب المسافري، وعلى المركز الرابع المنطلق هنا اليذاب بهذه اللحظات ناصر بن سعيد بن علي المهري. من يأتينا رابعا وخامس المراكز الطاغي لسيف بن سليم بن دودة العامري متواجد على خامس مراكزنا، والمركز السادس معاند عوض بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري قادم بهذا الانطلاق هنا مع معاند بهذه الانطلاقة الجميلة. بينما المتسلل ثمين محمد بن راشد بن حارب السعدي من يأتينا هذا الانطلاق، وثامن مراكزنا هنا الحيف لسهيل بن سليم سهيل بن سالم بن سهيل لخيلي، نعم من ياتينا هنا بهذا الانطلاق المميز والقادم الحذر لسعيد بن نايع بشاوي الغفلي من يقدمه هنا بالشريقي بهذا الانطلاق المميز الجميل. وهناك المتسلل العراب لمحمد بن علي بن سعيد الجحافي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التغيير الذي طرى وجرى على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذه اللحظات. من انطلق بالمقدمة والصدارة هنا في هذه المسيرة هنا اليذاب ناصر بن سعيد بن علي المهري ينطلق على صدارة على المقدمة والمركز الأول، ولكن معاند يعاند بأدائه المميز كما عاند بالعام الماضي بسجله المميز الجميل. عوض بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة مع معاند يتسلل من مركز إلى مركز، هو عينه على الصدارة يبغي السلام لأهالي مصانع الجنوب كما عودهم هذا الشعار دائما هو أبدا
من هنا نتابع نايف لحمد بن محمد بن فهد بن بشان العجمي على المركز الثالث والمركز الرابع. الحي فلاتينا لسهيل بن سالم بن سهيل لخيالي على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس هناك السامي كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، ويأتينا هنا الحذر لسعيد بن نايع بشاوي لغفلي منطلقا بهذه الانطلاقة الجميلة. والعراب العراب لمحمد بن علي بن سعيد الجحافي، والقادم هنا الواضح ناصر بن محفوظ بقميص ليليبي ايضا يتسلل من مركز الى مركز. في هذه اللحظات وصل شعار راعي الرقود هنا مع هنا مسامح سيف بن علي بن سالم العامري من يقدمه، وارى من الجانب الاخر مياس السهيل بن رغاش بن طبازه بن دوده العامري بعد الكيلومتر الاخير. وهنا شاهين محمد بن علي بن حمد بن خيار الشامسي يوصل بهذه اللحظات باول نداء، ولكن اعود الى الصداره، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. الحيف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسهيل بن سالم بن سهيل لخيالي المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. معاند في المركز الثاني، معاند عوض بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري، والهنا العراب ثالثا لمحمد بن علي بن سعيد الجحافي، الرابع عنيات الحذر سعيد بن نايع بشاوي الأغفلي وابن خيار قادم مع شاهين محمد بن علي بن حمد بن خيار الشمسي قادم، ولكن هنا الصدارة المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. الحيف على الصدارة، الحيف على المقدمة وعلى المركز الأول لسهيل بن سالم بن سهيل لخيال من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هو هنا إذن انطلاقة الحيف لسهيل بن سالم بن سهيل بن القطري الخيالي على الفوز وعلى ناموس. سلام 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 لرماح على هذا الانطلاق المميز الجميل، تهانينا هنا لسهيل بن سالم بن سهيل بن القطري الخيالي على فوز الحيف بالمركز الأول، تهانينا. والناموس المركز الثاني الحذر لسعيد بن نايع بشاوي الغفل المركز الثالث، وصل شاهين محمد بن علي بن حمد بن الخيار الشامسي، والمركز الرابع وصل هناك العراب محمد بن علي السعودي هنا بن سعيد الجحافي، ويأتينا مياسر سير بن راشد بن طبازة بن دودة العامري على خامسي. المراكز هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط. هنا في مسيرتنا لنا عودة مشاهدينا الكرام، هنا وانطلاقة هنا الحيف بالفوز وبناموس، معلن الفوز والناموس والانطلاقة. سلام للرماح، سلام. 7:21 8 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا لسهيل بن سالم بن سهيل بن القطري لخيالي. بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام الحذر بهذه الانطلاقة هنا ب7:26 8 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس هنا بهذا الانطلاق لسعيد بن نايع بشاوي الغفلية كالتهنية أيضا يا شريقي. بينما المركز الثالث وصل ب7:27 جزء واحد من الثانية، هنا أيضا يأتينا شاهين محمد بن علي بن حمد بن خيار الشامسي، تهانينا وناموس للجميع. التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق مشاهدينا.